الموضوع الأخير اللي حابب أتكلم فيه مع حضراتكم، واللي قد يكون بمثابة يعني كبرى المفاجآت اللي ممكن تتم خلال المرحلة القادمة، سيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستاء جدا من تصرفات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، واللي مسببة حرج شديد ليه ومسببة حرج شديد في الأوساط الرياضية في مصر وفي الأوساط والأجواء اللي موجودة. كل يوم والتاني بيعمل له أزمة، كل يوم والتاني بيصدر له مشكلة، كل يوم والتاني بيعمل موضوع وفيلم هندي بيتم إزعاج يعني إيه للناس كلها. تخلص بقى من ماتش السوبر الافريقي، تخش مش عارف ايه مع اللجنه الاولمبيه، تطلع من اللجنه الاولمبيه، تخش مع مرتبات الموظفين، تطلع من مرتبات الموظفين، تخش في الانسحاب بتاع مباراه الاهلي والزمالك، تطلع من انسحاب الاهلي والزمالك، تخش في مشكله مع الامن في القصه بتاعت الرسايل ومش تطلع من ده، تخش في تصريحات تلفزيونيه على قناتنا، تطلع من في بص يعني كل يوم فيلم اسود، كل يوم فيلم منيل بنيه لزق اسود. فاحنا عايزين نخلص من الفيلم ده، هنخلص ازاي؟ تفتق به احد الساده القريبين يعني ان قد يتم وخدوها مني يعني كده حصريا، يعني قد يتم تعديل قانون الرياضه الجديد واضافه بند الثمان سنوات لرؤساء مجالس ادارات الايه؟ الأندية، وبالتالي فلا يحق للأخ اللي موجود في نادي الزمالك دلوقتي إن هو يترشح لإيه؟ لفترة قادمة إلا بعد مرور 4 سنين، يعني يمر عليك 8 سنوات في مركزك، كان البند ده موجود وكان اتعمل من بعد يناير، وبعد كده رجع وخلاص وبقت الدنيا مفتوحة تاني على الإيه؟ على البحر، والدنيا تاني بقت مفتوحة على الإيه؟ على البحري. فبالتالي يعني هيبقى بند ال8 سنوات موجود، ان انت ليك دورتين بس، عايز تترشح دورة تالتة لا يبقى لازم تريح لك دورة 4 سنوات. لما تيجي تربطوا الخبر ده بالخبر اللي انا قلته لكم امبارح بالاجتماع الثلاثي، واحدة بتقول لي هيرشح ابنه لو نزل انتخابات في الشارع هيسقط. احنا بنهزر؟ ده محدش طايقهم اصلا، هم موجودين اصلا بقوة الوالد، انما هو دون الوالد ما يبقى موجود، ولا والله لو نزلوا انتخابات في الشارع يسقطوا. يعني لو نزلوا انتخابات في الشارع اصل مين ده ولا مين ده؟ مين دول يا جدعان؟ لا ده قصة تانية بقى، البلطجة والبتاع ده، لا ده موضوع اخر. ما اعتقدش ان الدولة هتبقى تسمح لحاجة زي كده، انما انتخابات نزيهة شريفة، ها؟ لا لا لا، النسبة مثلا 1 إلى 500 ضد أي حد، عشان تبقوا عارفين يعني ضد أي حد طبعا. لا ده، وأنا على فكرة الاتنين صعبانين عليا جدا، لأن الاتنين هيدفعوا فاتورة والتمن اللي بيعملوا أبوهم، هما أوريدي بيدفعوهم دلوقتي، محدش طايقهم، محدش عايزهم، كلهم عارفين إن هما مفروضين علينا بالأمر بالعافية بقوة صاحب العزبة، إنما أول ما صاحب العزبة يمشي لا ده ولا ده هيعدوا أصلا من سور نادي الزمالك، مش هيعرفوا يخشوا، مش هيقدروا، مفيش اي ولا تاريخ ولا كيان ولا كاريزما ولا امكانيات ولا حاجه خالص، ولا حاجه خالص يا جدعان. انتوا احنا ما بنتكلمش نادي الزمالك يا جدعان، ما بنتكلمش. ممكن الكلام ده هناك عندهم في الصالون او الانتريه، ممكن يعني ممكن الكلام ده يحصل في في الصالون او في، لا خليها في الصالون او في الانتريه. فلما بنرجع نتكلم كده نلاقي ان الاجتماع بتاع ممدوح عباس ومعاه رؤوف جاسر ومعاهم عمرو الجنايني اول امبارح قد يكون ماشي على نفس الايه النسق. يعني هو دي طبعا الاخبار اللي جايه لي، فانا بقولها ولو اني اشك فيها، يعني ولو اني اشك ايه اشك ان ممكن حاجه زي كده تحصل، الا لما اللي في ظهره يقول شكرا كفايه كده بقى انت لغايه كده وكفايه، عشان انت ايه لا قلبت الدنيا بقى. ده رأيي أنا الإيه؟ ده رأيي أنا الشخص المتواضع اللي ليس له أي قيمة في الحياة. إن شاء الله بكرة الصبح في الغالب هيبقى في حلقة
ان شاء الله على الساعة 1:30 كده ان شاء الله باذن الله، يعني لو لينا طبعا عمر نقول لكم على كل الاحداث الجديدة. خشوا دلوقتي يلا في ليفربول وتشيلسي في الله يكرمك يا محمد يا خالد، تسلم لي يا نجم النجوم. ليفربول وتشيلسي كمان شوية ان شاء الله. اشوفكم على كل خير وسلام، ومليون شكر لكل الناس الجميلة المحترمة الرائعة اللي كانوا موجودين ومشرفيني في اللايف، على وعد بلقاء بمشيئة الله تعالى. سلام عليكم.